ولا تعامل للتطعيمات الاولى الثانيه حتى الثالثه فيها محاوله ديال الادلال هادشي اللي ما يمكنش نقبلوه. فقال لك واحد المثال عليه متواقف، راه العداله والتنميه دي بقى فينا غير عرق وغادي نبقاو كنتقاتلوا، بقى فينا غير عرق غادي نبقاو. ما يصحابش لي شي واحد على حساب ثلاثه المقاعد وخمسه شي وحدين راه هاد المره جابوا تيقوا راسهم. راه عرفنا انتخابات 28 بالكي داز ما يضغش علينا شي واحد وما يحاولش يدير شي منطق اللي ما صحيحش ولا يتلائم. هذو الصحفيه اللي دعت ليها الكتابه الاقليميه للحزب على مستوى عماله مقاطعه مولاي رشيد بالحضور ديالي بصفتي الكاتب الجهوي والذي اشرفت على تدبير التحالفات السياسيه للمقاطعات ومختلف الجماعات داخل الجهه، وهي كانت فرصه لتسليط الضوء على الملابسات اللي رافقت التشكيل ديال مكتب لا ديال مقاطعه سيدي عثمان ولا ديال المقاطعه ديال مولاي رشيد، ولكن خصوصا مقاطعه ديال مولاي رشيد لانه هو اللي ترت بخصوصه كلام وكلام كثير جدا، وكان من الضروره لو انه بقي في على مستوى تجاذبات وتجاذلات سياسيه كان ممكن نتغاضوا عليها، ولكن انتقل الامر الى اتهامات والى اتهامات في الدمام وفي الاعراض وفي محاوله ديال التخوين ديال حزب العداله والتنميه. ما كان من امامنا الا اننا ننظموا هذه الندوه الصحفيه، نطلع الراي العام من خلالكم مشكورين على الملابسات الحقيقيه، وانا كيف قلت في الاول السياسه الحقيقيه هي سياسه الحقيقه ما جرى بالتفصيل، وانا مسؤول عن كل كلمه قلتها في التدبير ديال التحالف ديال مولاي رشيد وديال سيدي عثمان ومولاي رشيد بشكل خاص، لانه هو اللي عرف مسارات وارتدادات مد وجزر هنا وهناك، وهذيك مسؤوليه انا اتحملها كامله سياسيه، وانا الذي اشرفت عليها مع الاخوان المستشارين اللي كانوا ناجحين لا في مقاطعه مولاي رشيد ولا في مقاطعه سيدي عثمان. اتمنى انه يتم طي هذه الصفحه بشكل عاجل، اولا بفتح تحقيق من النيابه العامه امام الاتهامات اللي كانت ألقيت على عوانها، والناس اللي عنده شي كلام وعنده امور شاده يتفضل راه النيابه العامه راه كاين الملك يديرها، الا ما كانش يجب انه الناس خصهم يفهموا بانه راه المعارضه ماشي نهايه المطاف. يبدو انهم حديثي عهد بالممارسه السياسيه، راه في الكثير من الاحيان شرف المعارضه يكون اشرف من المسارده في الاغلبيه. شكرا لكم. الاتهام في الدمام هذا اللي ما يمكنش نقبلوه، راه حنا درنا ممارسه سياسيه راه التاريخ شاهد، راه حنا كنقولش حنا راه ملائكه، ولكن على الاقل ملي كيكون واحد فينا كيخطا ما كنجيوش كنتخباو عليه ونخبيو عليه. انا كنهضر دابا اللي كيقولوا هاد الاخوان الثلاثه خداو الفلوس، يثبتوا خداو درهم ماشي مليون ولا جوج، والله ما يزيدوا نهار في الحزب.